ده عشم الراجل، الراجل اللي بيتسند على مراته، الراجل مهما كبر او علي مركزه وحس انه وحيد ملوش لازمه اللي بيعمله خالص. وانا زهقت من الوحده يا ليلى. بس ده مش سبب كافي يا سيف للجواز. اللي عاوز يتجوز لمجرد انه ما يبقاش لوحده ممكن يتجوز اي حد، ايا كان بيحبه او ما بيحبوش. انا بحبك، قلتها لك قبل كده، احولها تاني وهفضل طول عمري اقولها. انا عمري ما اتمنيت حاجه في الدنيا، هذا ما اتمنيت ان ابقى معاك بيت واحد. هو البني ادم كده ما بيتمناش غير الحاجه اللي ما يقدرش يطولها، بس بعد ما بيطولها بتبقى زي اي حاجه تانيه وممكن يرميها. زي ما نوح مرماكي. اللي بتقوله ده؟ بقول اللي انت عارفاه كويس. حكايه الخناقه مع نوح بسبب الشغل دي انا مش مصدقها. انا عارف انك بتحبي، بس الحب بيبان في العيون. نوح زي اخويا الكبير، وانا قلت لك قبل كده يا سيف. وانا مش مصدقك، بس هعمل نفسي ان انا مصدقك. عشان شريكي، مع اني عارف انك مع حد غيري. انا عايزك يا ليلى، فكري وردي، انا بحبك. عايزك مراتي قدام كل الناس، كل الناس يا ليلى. خليكي فاكره اللي بقى مره عمره ما هيشتري تاني. بحبك والله العظيم، بحبك. شد بقى الكنبه وسد بيها الباب. وعلى ايه ده كله يا مولانا؟ ده لو حد خبط يده في الباب هتخش جوه. مش ده الغرض يا عادل يا ابني، احنا بنشد الكنبه ونسد بيها الباب علشان اللي يجي يعرف ان احنا في المولد ومطولين، مش رايحين كده نقضي مصلحه وراجعين طوال. اهي الحاجه رئيفه الله يطول في عمرها، نورتك اهي. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. ربنا يبارك في عمرك يا دنايا. قال احنا رايحين فين يا شيخ؟ مقبلين ان شاء الله. ايوه مقبلين، على فين يعني؟ اوعى نهوب ناحيه البلد. وهو كل اللي يقبل لازم يعدي على نجع العطارين؟ ما تقلقش يا سيدي، ما هنهوبش نواحي البلد بتاعتكم خالص، احنا قصدين مولد الشيخ فضل الله. ربنا يطمن قلبك. مولد الشيخ فضل الله؟ في حاجه؟ لا يا علي ما فيش حاجه، بس لحد يوعلنا من نواحيكم. ومين هيوعلنا؟ ده احنا ما بيننا وما بين البلد ثلاث محافظات بنجوعهم وضواحيهم. توكلنا على الله؟ توكلنا على الله. يا مسهل. ما تاخذنيش في الكلمة يعني. أنت إزاي تدخل حرب زي دي من غير ما يكون في حد في ظهرك؟ أنا ما اخترتش الحرب. أنا فجأة لقيت نفسي وسطها. على فكرة باين عليك. باين عليها ازاي يعني؟ من البادي لانجويج. نعم. البادي لانجويج يعني لغة الجسد. المهم أنا قصدي أقول لك يعني إن الناس دي مش هترحمك. مفيش سمك كبير بيساعد سمك صغير. وابن أختك لو اتربى في وسط الناس دول أكيد هيكبر وهو بيكرهك. يكرهني؟ أه طبعًا، أمال أنت فاهم إيه؟ واحد تربية أصوله من عيلة زي دي، تفتكر لما يكبر هيتفشخر إن خاله وجده أصحاب كباريات؟ الكارد ده مقفول علينا. وللأسف الناس اللي بره ما بتشوفناش صح. طب اعمل ايه يا سامي؟ ساعدني، فكر معايا، يمكن نظرياتك دي تطلع صح في الاخر. انا مش هفكر معاك وبس، انا ممكن انفذ معاك كمان. لحد فين؟ لحد ما ابن اختك يرجع لحضنك. وزي ما نظريات سامي بتقول، خير البر عاجله.
ما تخافيش يا حبيبتي، بابا بس بيصين السلاح عشان ما يصديش من الركنة. ما يصديش؟ اسمها ما يطوصي، دبليو اس، ما يطوص، فاهم؟ يا الظابط، ما يصديش من الركنة. يا حبيبي انا بقولها لها باللغة اللي هي هتفهمها بيها. انت عارف ان ابنك احسن ظابط بيدي بيان على السلاح للعساكر؟ وبعدين يا عم ذكري، ده انا ابن اجمد خبير سلاح في البلد. طب اسكت اسكت بقى عشان ما نتحبس. ايه ده يا انكل؟ وانت بتنظف السلاح بنفسك؟ اه. شوف يا بنتي حبيبتي، اولا انا ما استريحش الا لما انظف السلاح بنفسي. ثانيا قلت لك 100 مره ها ان كلمه انكل دي بتعصبني. في ايه؟ بتعصبني. خلاص يا زيكو. اقول لك يا عمو زيكو. حلو عمو زيكو دي، انا هسامحها عشان عمو زيكو جبتيها منين دي. برافو عليك والله، احبك والله. ماشي، بس عارفه لو قلتي انكل تاني هزمنك قوي. الله يخليك. يلا بقى، احنا كنا معدين وقلنا نسلم عليك، مش عايز مني حاجه؟ ايوه يا اخويا. اللي انت تصربح يمين وشمال لقيت ما تجيلي فجاه تقول معلش يا بابا انا مسافر بكره الاجازه خلصت، صح؟ لا لا، انا هوصل امل واقعد معاك شويه. ساعه؟ عارف يعني ايه ساعه حظبط؟ لو اتاخرت ثانيه ما انتش بايت في البيت ده النهارده. هي بقت كده يا انكل ذكري؟ انكل خليه جنبك، ده لا انت مش هتبان خالص في البيت بعد كده. كل عمليه بخرج فيها ببقى خايف جدا على الناس اللي معايا، المجندين والضباط. بشوف صوره حسام الله يرحمه في وشوشهم ببقى خايف جدا لما يرجعوش لاهاليهم. بس دول بيبقى ربنا هو اللي اختارهم، ودي في حد ذاتها جايزه عظيمه. المشكله مش فيهم، المشكله في اهاليهم. انت مش فاكره حاله ماما لما سمعت خبر استشهاد حسام الله يرحمه؟ فاكره يا حبيبي، فاكره. ربنا يرحمه وربنا يحفظك ليها ويحفظك لينا يا حبيبي. في تليفون مش كده؟ التليفون ده بيروح مني في حتت. بس الو، ايه يا احمد؟ ايه في ايه؟ امتى حصل ده؟ كيف حالك يا غرام؟ والله اني توحشتك. ليش لو يبوزك علينا؟ دريت؟ ايش؟ العرس اتحدد. وايش خبرك؟ عمي الشيخ نصير جاني وقال لي. وايش ودنا نسوي؟ لو تقدر العم الشيخ نصير روح له ورده. كيف رد ابوي؟ انا ما بقدر اكسر كلامه. واني ماني قادر افعل شيء. دبر حالك وانجدني من هالنايبه. والله انا اريدك بصدق. وعارف انك بتردني بصدق، بصدق. عمره ما خيب مع الله. الحل وده يجي من عند ربي. الله كريم على الولايه المجبورين. الله كريم. ما صدقني يا غندور اللي انت بتعمله ده مش هيوصلك لحاجه. العيال اتمسكت امبارح بالسلاح واعترفت عليك. فقول لي بقى وخليني اساعدك احسن. يا باشا انا قلت لحضرتك انا راجل تاجر خشب وعندي مغلق وتجاره دايره. سلاحي بس يا باشا اللي هتاجر فيه، وانا ربنا مرضيني وموسع عليا. لا كده هتاخد معانا وقت كتير يا غندور، شكلك عايز تلعب. عيب عليك يا زبير، ده هارون الذهبي. كنت عارف ان مفيش حاجه توقفك يا شيخ هارون. ايه الجديد يعني؟ انت هداوي قدود. البضاعه خشت، هتحرك تو مع الرجاله، شوف مين هيستلم مكان غندور في نفس المكان والوقت. ما تقلقش يا شيخ هارون، انا رتبت كل اموري. امسك انت بس الطريق وتوكل على الله. وربنا معاك ومعانا ان شاء الله. اعتبرها وصلت يا سبيه. قدم المشيئه مولانا وتوكل على الله. ان شاء الله اعتبرها وصلت.
حظك الوحش يا غندور باشا ان انا ما عنديش وقت. معلش احمد بيه، معلش تسمح لي يعني اتكلم شويه مع الباشا غندور. اكيد يا فندم. عارف طبعا انت ظابط كفره. واقف ليه؟ اتفضل. طبعا شربت حاجه؟ شوف يا غندور، انا هسالك سؤال واحد بس عشان ما عنديش وقت. هو في شحنه سلاح كبيره قوي هتخش البلد في خلال اليومين اللي جايين دول، وطبعا هكون مبسوط منك قوي لما تقول لي اي معلومات عن الشحنه دي. يا باشا انا قلت لسيادتك انا تاجر خشب وما عنديش اي معلومات عن الناس دي. ده اخر كلام عندك؟ اخر كلام يا باشا زي اوله، انا ما اعرفش حاجه عن الناس دي. انا بحييك على اصرارك على موقفك. احمد بيه، بالنسبه لملف سرقه الاعضاء عايزك تاخد الخبر ده وتوزعه على كل الوكالات الاعلاميه والسوشيال ميديا. عايز الخبر ده ياخد حجمه الحقيقي، عايز القضيه تكبر قوي. ها اه مش سعادتك يا باشا. خبر ايه؟ خبر العثور على تاجر اخشاب ملقى على جانب الطريق بين الحياه والموت بعد ان سرقت كليته وجزء كبير من كبده وعينه اليسرى. في ايه يا باشا؟ ما تزعلش خلاص. وعينه اليمنى. ها خلاص العين اليمنى. اه مش سعادتك يا باشا. ها مبسوط؟ خير يا دكتور؟ الكلى عنده حالات متأخرة قوي. كلى؟ ما تعرفش عنده كلى ولا ايه؟ لا وانا هعرف منين؟ انا اصلا لسه عارفاه من شويه وشفته شكله غلبان قلت اجيبه على هنا اساعده. عموما احنا عملنا له غسيل كلى وان شاء الله يبقى خير. طيب ممكن اي حاجه يحتاجها تقول لي مهما كانت تكلف كم؟ احنا في الحالات اللي زي دي كده بنعمل لازم زياده. ما تقلقيش ان شاء الله خير. ربنا يقويكم. الشركة لا يمكن تضحي بسوق كبيرة زي مصر. انت عارف حجم تجارتنا في مصر قد ايه؟ مليارات. امال انا مش عارف، مين اللي هيعرف؟ 30 مليار جنيه سنويا. انت متخيل حجم الرقم؟ لو استغلينا الرقم ده في تجارة مشروعة، عارف يشغل كام واحد ويفتح كام بيت؟ تجارة بالحجم ده اكيد اعداد المجرمين اللي بيشتغلوا فيها هيكون كبير جدا. اكتر من 6000 واحد بيشتغلوا فيها، يرضيك نبطل؟ ما يرضيناش طبعا. واحنا كمان ما يرضيناش ان شركه كبيره بالحجم ده تخسر سوق مهم عشان عمليه ولا اتنين يتهاجموا. تجايت اكتر. مشكلتك يا سيف بيه انك ذكي زياده عن اللزوم. ما تحاولش تحسس الشركه انك اذكى منها، لانها اول ما بتعرف حاجه زي دي بتجهز الحل البديل. الحل البديل بدل ما نطرد الاعداد الكبيره دي من تجار السلاح، إن إحنا نسيطر على المنافذ البرية والبحرية ونمنع دخول السلاح من أساسه. وأنا المنافذ دي لعبتي، أعرف كويس قوي أدخل إيه منين وإمتى. وأنا البيع لعبتي، وبرضو أعرف أبيع إيه لمين. يعني إحنا بنكمل بعض يا نوح، وعشان كده إحنا جبهة قوية ولازم تبقى أقوى. هو ده جزاتي يوم ما نجيتك؟ جيتيني؟ ومش هو ده اللي انت اخترتيه وهربتي معاه؟ لا ياما، انا لا هربت خوف ولا جبن، انا هربت زهق وقلة قيمة، هربت بعد ما خليت شكلنا ماسخ قدام الكفر كله. لا والله معذورة يا بنتي، ما انت ما خبراشي، الناس دول نفسهم قالوا ايه عليكي بعد ما هربتي مع الواد ده. انت اللي قصرتي رقبتنا وخلتينا مسخره وسط الخلق. لا ياما، الناس كلها عارفه اني اتجوزت ابن عمي، وانا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زي عمار، حتى لو بينا مشاكل مصيرنا في الاخر لبعض. ايه ده؟ انت بترطن يا رجية؟ غيرتي لغوتك خلاص؟ امشي يا بت، امشي، انا مش عايزاكي. روحي ارمحي وراه والزقي فيه وقللي من قيمتك كمان وكمان يا رخيصه يا عدمه الكرامه. ياما. نعم. جرى ايه ياما؟ ما تسيبيهم في حالهم. انت مش هاين عليكي تشوفي بنتك بتحب جوزها؟ اهلا. كملت والله زمان يا بنات عبد القادر. اقول لك حاجه، اقعدي جرى الزقي فيها، واقعدوا بقى جرجر جرجر كده طول الليل، نتفوا في فروتي تنتيف. اقول لك الحاجه كمان، ادعوا علي يا رب خد الجرشانه دي، بس تاني قاعده على قلبكم لطالون،
وقال على رأي المثل، الدعوة لو بتجوز لكن تخلت صبي ولا عجوز. كتكم نيلة يلا تجندلكم انتوا الاتنين خلف عرة. اوف استغفر الله العظيم يا رب. ايه حمزة؟ امال فين اللي انت كنت بتتحمى فيهم؟ خد اللي انت عايزه يا ولد وارحل من سكات. انا كنت عارف ان هم يفروا زي العيال. خسرت تربيتك يا شيخ سلام. وديهاش عادي يا رجية، انتي مش عارفة امك يعني؟ انا مش بعيط عشان امي يعيش. امال بتبكي ليه يا رجية؟ حاسة اني غلطت في حق عمار. ما انا قلتلك يا اختي الراجل كان جاي وشريكي، بس هو برضو كان واجع قلبي يعيشه. انا ياما استنيت عمار ايام بلياليها، ياما استنيت اللحظة اللي يدخل عليا فيها عشان اطمن عليه لحد ما يغلبني النوم. بس مهما غاب بيرجع يا رجية، في غيرك يتمنى. الغيبة الطول مهما الطول بس بيبقى فيه أمل إنهم يشوفوا حبيبهم مرة تانية. في ناس قلبها صدى من الحزن على اللي راح، وفي ناس بقت بتشوف كل حاجة حواليها عتمة عشان عينيهم راحت مع الغايبين. عندك حق يا عيشة. ارجعي لعمار، ارجعي له يا اختي، تهني بكل لحظة تعيشيها معاه، حادي عليه لحد ما تفارقوا الدنيا مع بعض، او على الاقل تشبعوا من بعض. انت لسه ما نسيتيش يا عيشة؟ ولا عمري هنسى، عشان كده بقولك ما تكسيش على نفسك. الغربة آخرتها هجر، لو راح لغيرك محدش هيندم غيرك. هقعد واكلم، بس لازم يعرف ان عم سليم هو السبب في كل اللي احنا فيه ده. يعيش انا مش عارفة ازاي ما قالوش، ازاي ساكت. هتتحل يا اختي هتتحل، المهم دلوقتي نشوف النصيبة اللي احنا فيها. المتلتم لو ظهر تاني هيتطخ بالنار، البلد كلها عايزة تقتله. ربنا يستر يا رب. انت لازم تتعلم الجولف يوسف بيه. اشمعنى؟ الجولف بيعلم الصبر، بيخليك تعرف تركز، بيخليك تعرف تفكر وتحدد وتضرب عشان ما تجليش منك. اتعلم مش هخسر حاجه. تسرعك ده يدل انك ممكن تخسر. الخساره جزء من اللعبه. ولا انت عشان ما خسرتش قبل كده فاكر ان ده من مجهودك؟ لا، ده مني انا، بالبونس اللي اديتهولك. خير يا سبيه، سمعت انك عايزني في شغل. ما تستعجلش، هتعرف كل حاجه في وقتها. كل حاجه اعرفها في وقتها؟ ده اختبار تاني بقى يا سبيه. مش فاهم. يعني مره واحده الاقي نفسي بحارب واقف على المدفع. مش كده يا يوسف، عكس، انا واثق فيك جدا جدا. الحكايه كلها بس ان انا ما حسمتش كل حاجه. وانا رحت امرك يا سبيه. الجولف ده حاجه حلوه قوي قوي، علم الصبر والقوه. هاتك الباقي يا بيه، انا بس كنت مستني العزا يخلص وكنت هجيلك لغايه عندك. افهم من كده انك بتتهم حد معين؟ العمدة زينب العطار. بصفتها ولا بمنصبها؟ الاثنين. ومش هي وبس، هي واخوها عبد الحميد العطار، خصوصا ان عمي اتقتل بعد ما رحنا زرناها وطلبنا منها انها تتنازع عن العمودية بعد ما انا كسبت قدامه في الانتخابات. انا هعتبر ده انه بلاغ رسمي. استاذن سعادتك تشرفنا في المركز عشان نخلص الاجراءات. شد حيلك يا سيادة النائب. شد على الله. متشكر.
انا همشي. ماشي رايحة فين يا بنت عمي؟ راجعة بيت جوزي. جوزك. بصي يا بنت عمي، انا ما اعرفش اذا كان المفروض يكون ليها كلمة عليكي ولا لا بعد موت عمي، لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان قلبي محروق عليه، فما تحرقيش قلبي انت كمان. عايز اعرف ايه اللي مخليك متوكد كده ان عبد الحميد هو اللي قتل ابوي؟ انا ما اعرفش اذا كان عبد الحميد ولا زينب، ما اعرفش، بس كل اللي متاكد منه انه واحد من العطارين. وعايزني اخرب على نفسي لمجرد ان انت شاكك انه واحد من العطارين؟ لا، خليكي بايته في حضنهم لغايه لما تتاكدي بنفسك. سعيدي تليل لفارس بن عطار، ذوق وقولي ايه رايك. تسلم يدك. دي شاي؟ لسه ساره، لسه ناقص حته. ناقص ايه بس؟ والله عملت زي ما قلتلي، غليته ثلاث مرات وتقلته جدا. مش كفايه يا ساره، مش كفايه، دي شاي صعيدي. تعرف الشاي الصعيدي بيكون ازاي؟ ازاي؟ انا بسالك بيكون ازاي؟ انا معرفش، قولي. لازم أن تطلعي كل الغل اللي جواكي وتفكري في كل حاجه صعيدي وتغمض عينيكي وتقولي انا هعمل شيء صعيدي، انا هعمل شيء صعيدي. ده انا لو بعمل سم هاري مش هعمل اللي انت بتقوله. تشربي جوزك سم هاري يا ساره؟ بعد الشر عليك. ماشي فارس، بقولك ايه، استر ياللي بتستر. اهي بقول لك ايه، دي بيجي بعديها حاجات ما بتعجبنيش. وانا كل ما اجي اتكلم معاك تكتمني كده؟ هو انا هقول لك على موضوع ولو ما وافقتش مش هعترض ولا هزعل؟ مش موافق، ما تعترضيش. بس هزعل. قولي. طنط جيهان كلمتني وعايزاني انزل المجموعه مع ياسمين. تصدقي بالله انا موافق. وافقت بسرعه كده؟ شفتي؟ ومن غير ما تعرف الشغل ايه؟ يعني هي هتكون عايزاكي تشتغلي ايه؟ موديلز. انت شغاله فين؟ في الصحافه والاعلام، والمجموعه دي فيها شركات ومصانع، مش محتاجه مفهوميه. موافقتك السريعه دي قلقتني، اوعى تكون عايز توزعني وتخلص مني. لا يا حبيبتي، انا بس الفتره اللي جايه دي عندي شغل كتير وهكون بره البيت كتير لحد ما ربنا يفرجها والدنيا ترجع زي الاول واحسن. شغل ازاي يعني؟ انت كده قلقتني عليك. ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا عاوزك تشتغلي تتصالحي مع الدنيا تاني لحد ما الدنيا ترجع زي الأول وأحسن. Thank you.
لا ولا يهمك. رولا تعرف انا شفت مين في المولد؟ تعال. شفت مين؟ رحمة. قلت شفت مين؟ رحمة صاحبتي. رحمة اللي حكيت لي عنها قبل كده؟ شفتها فين؟ عند بتاع الحمص. وقالت لي ان كنت فاكرة انك هتهربي مني. اللي راح راح يعوض. اللي راح ده اخوي واللي بينا دم وانا مش هسيبك. هو انا يعني اللي كنت قتلته؟ ولا كنت قلت لك تقتله؟ ما سيبني في حالي يعوض. يعني انا قتلت اخويا عشان بحبك وبقيت عايش متغرب بين الناس، ويوم ما الاقيكي تقولي لي بعد عني؟ عوض. انا دلوقتي واحده متجوزه، ما تخربش علي. سيبني اروح لبيتي وجوزي ولدي. انت شايفاني رابط تحجيب على راسي يا بنت؟ انا بقالي 4 سنين بدور عليكي، ويوم ما الصدفه ترميكي قدامي عايزاني اسيبك؟ انت اتجنيتي؟ سيبني عوض اروح لجوزي وابني. على جثتي. الغايبين طافي.